عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك مدام. بيك عايشة. مدام انت عندك مشكلة مع نسي اخواتك الزوز. ايه. احكي لنا التفاصيل. والله التفاصيل من بعد ما توفيت اختي رجعت لدارنا ليلة القدر هالايامات معناتها ما عنديش يمكن جمعتين عاود كالعادة نفس الفازة عاود خرجت وامي معناتها قعدت وحدها ما بين زوز ولاد خويا مريض الاخر معناتها بطال معناتها ديما المشاكل متواصلة معاه مادوما معناتها ما عينهمش انا باش نقعد في دار بابا انا ندخل هما يشردوني انا تعبة تو في الكريم نطلب من الدولة اول حاجة انا مشاركة في المساكن شي معايا ما خديتش وثانية حاجة نطلب من الدولة يقفوا معايا لين ناخذ سكن انا تعبة برشا كيري بشهرية امي وامي باش تاكل انا تمدلك في شهريتها 200 دينار تعمل لا تكري لا تعمل شيء تقعد هي بلاش تقعد بلاش صدقني امي لا خرجت بالطبيعة وامي ما حبيتش تمشي معايا خاطر عندها الحق ما يساعدنيش نكري انا استوديو قد الفتفوته وما فماش بيت هي بيت ب 200 دينار وما تلقاهاش مادام احنا فهمنا المشكله نتاعك لكن كيفاش بداوا المشاكل هذو من الكل يعني مشاكلك مع نسي اخواتك كيفاش بداوا بالعاده انا ندخل دار هما ما يحبونيش نجي للدار يعملوا لي ما نعرفش عليهم هما مشكلتهم يقعدوا هما في الدار وكهو دارنا كامله باسم بابا ياخذوها هما انا ليش كيت بيهم ولا طلبت معناتها جيست باش نقعد مع امي لين ربي يشوف لي حل في السكن لكن هما ديما يعملوا لي مشاكل نولي انا نخرج بما انه خويا بوليس مريض معناتها اختار علي خويا الاخر اختار علي خواتك الزوز ما خذاوش موقف من نسيهم يعني لا. بما انك انت اختهم هما اللي يحكموا نسي خواتي هما اللي يحكموا علاش مشكلتهم معك والله لا نعرف انا ملي عرس وهم قبلي ب 10 سنين وانا نعاني منها للحد الان ما حبوش يعرفوا علاش مدام اكيد فما اسباب يعني خفيه انت ما تحبش تحكيها الاسباب هما قبل عملوا بابا معامله خايبه من غير ما نحكيتو لك الموضوع هذاك باهي معناتها حاطين لي انا مريضه مهبوله انا نتكلم هما ينقزوا عليك انا نتكلم الحق وما يعجبهمش يولوا يحرشوا فيا خبيتي خرجوني من الدار انا تو تعبت الكاميونة بركة كنهز حتى في الجدار باش نهزه يتكلف لي بك الحسب الحي التضامن ولا الانتلاقة نكري غادي أنا خاطر أرخص سوق لكن تو تعبت أنا معاش عندي كري نطلب من الدولة حل عاجل في السكن ونطلب شكون يعاوني بصراحة تعبت ما عنديش أنا باش نكري أنا نطلب أول حاجة من السيد الرئيس يتلفت لنا فك المساكن الاجتماعية عاجل خاطر واحد معاش ينجم انا لا عندي شهريه لا عندي معناتها خدمه قاره نخدم في طرف حلول لقد تلقيت هذا لا يخلص كري ولا يعمل شيء وتو حاليا انا تعبه على الاخر صدقني ربي يعلم بحالي معناتها انت حاله حانوت نتاع حلو ولا كيفاش تبيع لا نبيع لي الحوانه الدار تعمل اي شنو تعمل نعمل شويه بسكويت كل حلو العربي ما يخلصش معناتها مش نتاع كري نتاع واحد باش ياكل وكهو معناتها تعبه على الاخر انا باسم السيد الرئيس ووزارة الداخلية والسيد الوالي والسيد المعتمد نحب يتلفت لي على خاطر انا ما عنديش حتى شهرية قارة باش نكري به اللي خسرته في الكري هذا الكل عاد نعطيه للدولة ونكري من عند الدولة فيه انا تعبة نحب توا يتلفتوا لي معناتها بحقيقة مش كل مرة ولا نتكلم فما شيء ونحب معناتها يخرجوا لي مرة يشوفوا وضعيتي انا كيف صاير فيا مكاها بي مدام الدار اللي خرجوك منها حسب ما فهمت اللي هي دار بوك دار بابا ايه معناها عندك حق فيها هي خاطر صغيره راهي حكيت ما عندك حق فيها حق فيها هي 100 متر فيها زوج ولاد عزاب معناها لوطا مع امي وفي واحد بوليس مريض والاخر زاد اخويا مريض هكاك شويه وهما يسكنوا الفوق معناتها عندهم البنات معناتها ضيقه مش نتاع ما عنديش انا اصلي من نسكن فهمت كيف فيها زوج بيوت طويل مش نسكن لكن انت ماكش متزوجه وديك دار بوك يعني من حقك الله غال يعملوا لي برشا مشاكل تولي باش تطيح روح لكن نقعد انا غاديك ما بين خواتي تاكل بعضها ديما هكاك ونجي انا ما تنجمش تعيشوا بالقدر؟ لا مانيش انا نقدر هما ما يقدروش هما نهار كامل تحريش بطبيعه باش تولي خواتي يفدوا الوالده شنو موقفها الوالده بما انها تخاف على ولاد خواتي تقول لك تولي مشاكل كبيره قالت لي اخرج الحقيقه خرجوني من مرايري في 24 ساعه باش يخرجوا مراه معناها لا عندها شهريه لا تخدم لا حتى شيء والله العظيم باش تمشي يعني على حسب شكون خرجوك صدقني والقران نحكيها وراسي مرفوع لان انا خاطر مانيش نكذب الا خرجوني في 24 ساعه
تصور انا جبت الكاميونه قعد معناها اول ما قبل ما نلقى استوديو قبل ما نلقى الاستوديو هذا حطيت عند صاحبتي فرقت دبشي عند صحابي خرجوني في 24 ساعة ومن بعد باش لقيت هذا استوديو قد الفتفوتة معناتها ربي يعلم بحالي كيفاه وزيد في نفس الوقت أمي تطلب في الشهرية نتاعها ما لاباش باش نكري عادينا معناتها أنا توا تعبة على الأخر نطلب من الدولة يتلفتوا لي حكايتكم في القضاء عملت عريضة مازال ما فما شيء انا ما عادش نحب نشكي تعبت بصراحه ما حاولتش تحكي انت واخواتك يعني حاولت اخواتي مظلومين مساكن انا نحكي معاهم يقولوا لي اختي انت مريضه هكا علاش يقولوا لك انت مريضه وانت ماكش مريضه ريت تو الكل حاطين لي انا مريضه ومهبوله وما نفهم شيء ونسي اخواتي هم العاقلين وهم اللي متربين شنو هو الحاجات اللي صارت اللي خلاهم يقولوا لي انت مهبوله الحاجات اللي صارت كي انا نتكلم عن الحق حتى انا نحكي الحقيقه ونكشف الحقيقه هذيك علاش هم يطلعوا في لينا مهبول هذه كلمه مهبوله مريضه هما نسي خويتي طلعوا في وديجا نشروني في كامل كيفاش يقولها تراب الجمهوريه انا مريضه باش انا حقي ما ناخذوش جيب لهم ما يثبت لي انت لاباس شيء مني باش نجيب لهم هكا هاو انا نطلب من الدوله سكن وكا هاو يعني اهم حاجه هي اهم حاجه خاطر ماهوش معقول انا مولوده في القصبه بنت تونس فري معناتها ماهوش معقول لا عندي شهرين الله يخليك بلغ لي صوتي اي لا عندي شهريه لا عندي ما معناتها دار باش كيف نعيش في الشارع هذا مش معقول معناها انا امراه باش نعيش في الشارع ماهوش معقول في الوقت هذا الاجرام ما تشوف شنو قاعد يصير نهار ما تنجم تزيد داربوك يعني اللي خرجوك من هذيك داربوك من حقك من حق قانونيا من حقك اي لكن انا تعبت منها دربه ما عادش نرجع لها نهائيا يصير فيها مشاكل بصراحه نخاف على خويتي انا خرجت وكاها وما عادش نحب نرجع يعني انت معناها خيرت الانسحاب خير من تزيد تكبر المشاكل تكبر ورغم انا ما خيرتهاش انا الخارجه خرجوني وهما معناتها امي وهما انت كنت باش تبقى كنت باش نقعد خاطر امي معناتها عباره عندي كابير هي مراه 92 سنه شكون باش يخدمها هما هذاك اللي فركسوا عني وكاها يعطيك الصحة مدام ربي يخليك يسترك عليك خلي لك الكلمة الأخيرة الكلمة الأخيرة نحب السيد الرئيس يتلفت لي وباسم وزارة الداخلية وباسم السيد الوالي باسم السيد المعتمد يشوفوا المرأة هذه قداش أنا عندي مظلمة كبيرة نزيد نمشي للولاية يقولوا لي أنت اسمك ناحية من المساكن الاجتماعية ما نعرفش عاد هما شنو حكايتهم يتلفتوا لي أنا اسمي مشاركة من 2012 معناتها أول واحدة بخط يدي أنا نحب يتلفتوا لي أنا ما ينجموش ينحوا لي اسمي من المساكن الاجتماعية يتلفتوا لي في أقرب وقت ناخذ مس شكرا